يعني فكرة كمان الاكتشافات الغريبة، مقبرة الملك خوفو يمكن تم العثور فيها على أساور لأم الملك خوفو. هذه الأساور تحتوي على نوع من أو نسبة من نسب الفضة تحديدا. بالضبط بالضبط. الملكة ليه هنا دي كانت غريبة؟ الملكة حتحبسرس الأولى أم الملك خوفو وزوجة الملك سنفرو، ودي كانت في مقبرة أم الملك خوفو. بالضبط. المقبرة بتاعتها عبارة عن فجوة أو زي حجرة دفن موجودة شمال شرق الهرم الأكبر. الاكتشافات الآثار بتاعتها اكتشفت سنة 25 على إيد المكتشف الأمريكي جورج رايزنر. السر مش في الاكتشاف نفسه، في إعادة دراسة الاكتشاف. الجزء من الاكتشافات أو الأثاث بتاعها اتنقل ما بين المتحف المصري في التحرير وبين متحف بوسطن في الولايات المتحدة. مجموعة من العلماء عملوا دراسات على الحلي بتاعها من حوالي شهر، فاكتشفوا أن الأساور بتاعتها فيها نسبة فضة. معروف أن الحضارة المصرية القديمة لم تعرف الفضة إلا خلال الدولة الحديثة، يعني نتكلم في قرن 10-9 قبل الميلاد. فلما نلاقي فضة في الألفية الرابعة 3000 سنة قبل الميلاد، معناه ده اكتشاف جديد، اكتشاف مثير. صحيح. المصريين القدماء عرفوا الفضة ازاي وجابوها منين؟ معروف ان في الوقت ده الفضة كانت موجودة في محيط بحر إيجا، او في الحضارة بتاعت بلاد اليونان في بداية العصر البرونزي. طب ازاي المصريين وصلوا لليونان في الوقت ده؟ يحتمل ان في نقطة اتصال تجاري وصلت المصريين باليونانيين، وهي جوبيل أو بيبلوس الموجودة دلوقتي في لبنان. وعندنا وثائق بتدل أن الملك سنفرو زوج الملكة حتشبسوت كان بيعقد صفقات تجارية وكان بيستورد أخشاب الأرز من جوبيل. فأكيد أن هو تم استيراد الفضة في الوقت ده من المكان ده. إيه الدلالة الخاصة بالاكتشاف ده؟ أن مصر كان ليها سيطرة اقتصادية كبيرة جدا في الوقت ده، في سيطرة إقليمية وفي تجارة مفتوحة ما بين المصريين وبين اليونانيين في حوض البحر المتوسط من قديم الأزل. بيدل قد إيه المصريين القدماء من بدايات التاريخ كان ليهم علاقات تجارية وعلاقات إقليمية بالمنطقة اللي هم موجودين فيها. احنا مشهور عندنا كمصريين قدماء كان عندهم بيبرعوا في صناعة السفن وركبوا البحر، فبالطبيعية احنا واليونان كان في سهولة في التواصل، ففعلا ده تأكيدا كبير لكلام حضرتك.